علي. لو من الأول ما اشتريت كاميرا السينما مين بيعرف؟ يمكن ما كانت بلشت الحرب. بعدين اللي شغلي يعني أم وليد ما كان فيها تفتح بيت الشراميط إلا بالزيتوني. اسمه بوردال. رايحين على بوردال؟ لا رايحين على جهنم الحمراء. مرسيدس ما هتجي اليوم، مشينا على البيت. لا أنا رايح. رايح لك القناص بروحك بنزل روحك يوم تطلع، شو مجنون أنت؟ حس عيد عن جد توصلنا اليوم. عمر قلت لك أنا رايح عن طنط أموريت فيك أو بليك. طب ما تدخلها بالداخل، طاري مش دخليكم تفشخوا لبرا. صار لنا ساعتين ناطرين، شفت شو دومري على الطريق؟ للكلب ما بيسترجي يقطع لهونيك. رح فرجيك شي ما شايفه بحياتك. لا، ما تفرجيني شي. طاري بليز. عمر عندي تكنولوجيا. التكنولوجيا؟ لح فرجيك التكنولوجيا. تفضل ناطرينك المهندسين. عاجبك؟ حكي للزلمة ولا ما بتعرفي الا تقولي طاري بدي غزل البنات، طاري بدي راس العبد. طارق عمر ما حق كمان بلاكم اروح هيك مطرح كيفينا وجع راس. ليش عم طلع في هيك؟ ماي سوتيا ماي بليز بدي سوتيان. ما تطلع. بروم. وسكس كمان. طارق لوين رايح؟ طارق انطر شوي. طارق طارق عاجبك؟ أعطيني أزعج. هو في شباب؟ يسحب خط التليفون؟ إيه رقبته لأسحبها. اسمع اسمع سعيد سعيد اسمع. بتقلك أم وليد إذا شمت ريحتك على الزيتونة لا ترمي لمرتك وتكتم ولادك. ابن الحرام ناطور بنايل. طنط المواليد خليني أقول لك شغلة بالإذن يعني. أنا اليوم اكتشفت الحل للمشكلة اللبنانية. لازم جميل وعرفات يجتمعوا هون بالزيتونة. وبنفس الوقت كمان مرحبا ست المواليد. هيدا صاحبي عمر. أنا طن؟ أنا باخد فنجان قهوة وسط مع شوية حليب. وكمان طن لازم كمان بشير الجميل وهي ما يحدد. بونجور طنط أم وليد. بونجور يا مصيبتك يا أم وليد. لا 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 أنا بيظهر امبارح حدا حاطط لي مادة غريبة بالأرجيلة لأني ما عم شوف بعيوني منيح. يا جماعة أنا الهيئة ماني فاتحة بيت حريم، أنا فاتحة بيت وجع راس. طارق حبيبي هون نزل السرور ولا شو؟ ها؟ بعدين منك شايف شو عم بصير على الطرقات ولا مش سامع؟ لا لا سامع سامع بس عنا اتصالاتنا بالبلد. عرفتي كيف؟ يعني طن يعني نحن ما جينا لهون لو نعرف الكود السري. كود السري؟ لا لا هلا
طفح الكال. انت وياها انطروا برا. برا! طارق، مين طلب منك تجي لهون؟ جاوبني. انا سمحت لك شيء؟ ها؟ بعدين مين جايب لي معك؟ مين جايب معك يا استاذ طارق؟ سليم؟ لا اصف عمره، كيف سمح لكم تفوتوا لهون؟ كيف؟ يا سليم! سليم! طنط، معلم سليم ما عمل شيء، بالعكس على سلامته الزلم. اه سلامته، عم بيجيب لي ولاد سليم؟ ايه ما بكفيني ابني وليد؟ طنط روي اعصابك، بسكب لي الكيس؟ لا ما تسكب لي شيء، رح بطلع عن ديني اليوم. ما على بنا ما عندك دين. ما كفروني ولاد الحرام. الزبونات امبارح نقلوا لي حربن لهون. قال شو؟ كيف الياس بده يفوت على الأوضة بعد ما طلع علي منها؟ الله لا يوفقهم. وعركت يا حصر تطلعت الفلة بهالمعطرة روزة. يا عمي اتاخد إلو دين؟ خلاص البلد راحت. قوم يرضى عليك حمال حالك وفل على البيت. ليك حبيبي اللي جاي تشوفهم مش موجودين. بح شوفهم قاعدين عم نكش دبان. طنط ما هيك أنا حاجة تقلي طنط. طب مدام أم وليد؟ ولا مدام أم وليد. أم وليد وبس. خلاص استوب ولا كلمة. طب طنط خليني كمل. طارق برا ولا كلمة. خلاص طارق صورة وجهك ما بدي اشوفها هون ابدا ابدا. يا ابني انا لا بعرفك ولا بتعرفني. برا طارق برا. بسيطة. كنت افكر انه بعد شوية امل ببيروت. شغلي شو رايك ببيروت؟ كريزي فيري كريزي. هلا صار فيني روح وين ما بدي. شو على طول بدني فتش عليك؟ طارق بيت عنا بالويل. هدى هربت على قبرص من السلال. ومع مين؟ مع واحد من الشرقية بيصلح موتيات. بابا الله يستر رح يصير مثل خالي بديع. مين زعلك؟ أنا شي؟ لا قل لي إذا قلت لك شي زعلك. لا عمر ما لك دخل. لكن شو في إيه؟ كرمال أم وليد؟ شوي. إيه أنا كمان كنت مفكر إنه كانت أدمية أكتر. بس لو كنت محلها كنت عملت ذات الشي. يعني الروحة لعندها مش كأنه رايحين على الهنولولو. يعني أنا السرعة يلي سرعتها أنا عم بركض لهونيك كنت أسرع من عبيد أفريقي. وأنا حامل كلة الحرمية. بقى في مصاري بالبيت. صرنا ناكل سردين بالقليل 3 مرات بالأسبوع.
وبابا ما طالع بإيده يعمل شيء. حتى ما بقى بيروح على الشغل ما بسترجع أطلب منه خارجية. تتذكر لما بلشت الحرب كنا ننبسط؟ ولا أفكر أنه رح أخسر أهليتي. ساعتها ما بيفضل لي حدا. شي مرة صايرة معك بتشوف حدا صايبته مصيبة بتقول منيح أنه نحن مش بمحله؟ اليوم كأني أنا بنص الساحة، كل الناس عم تتطلع فيي وتقول حرام الزلمة منيح أنه ما بمحله. ياريت بترجع على المدرسة، ياريت بترجع مدام فييار. هيك؟ افتكر انك عجبتها لماي. لا، افتكر انك انت عجبتها. اي يعني اتنيناتنا عجبناها. اي اتنيناتنا عجب. طارق ما تبلش. اوكي؟ ولي يا سوقي. بيروت الشرقية هيك. شو ما منسافر؟ لأنه أنا طول حياتي عم بشتغل بهالأرض مع المزارعين. شو منرجع نبلش من الصفر؟ وماما شو فيها تشتغل ببلاد برا؟ قال إنه بتشتغل على الدكتيلو. دكتيلو؟ أمك محامية مش طباعة دكتيلو. بكفي بقى أنت وأمك تحكوا بالهجرة خلص. باقيين هون مثل كل الناس، مش لهالدرجة الحالي خرباني. بكره بتشوف. لمن انا كنت بعمرك مرقنا بحرب ورا حرب، ولا مره اهلي فكروا يتركوا. ولا حتى على امريكا؟ امريكا؟ اعوذ بالله. امريكا؟ هلا كلكم بتاكلوا خبز. لا خبز. يلا مشينا. نعم. يلا حتى ماما ما عطوني الا نص زينة شمر هيدا الكيس. معلش ربطتين يا معلم. ربطة واحدة خيي رال ارمي مشي. اتفضل. عطينا ربطتين. اللي بعده عمالك معلم حسن. بدي ربطتين خذي. ربطة واحدة يا اختي. شو في الناس وراك؟ عائلتي كبيرة. الله يزيدك. تفضلي. يا عمي يا جماعة هدول كل اللي ربطونا اياهم اليوم وبعتون. واللي ما عجبه يروح على فرن تاني. لك خيي يعني كفينا وجع راس. يعني بيقول لي علي سكر المحل واخطى الشغله من اساسه. طول بالك معلم حسن. طول بالك. مشينا يا معلم حسن. الصبح ناطرين. وانا انت ويا خي اللي ما عجبه يروح يشكى عند الدوله. اي دوله خي؟ وين في دوله؟ عمي ما نتشكى. وسع تفضل. 20 ربطه على السريع حسن. درويش وين بالدار؟ شوف الناس صاروا من الصبح. ابو حنش ما تجادل. قلت لك 20 ربطه يلا مشيها. درويش خلصنا بقى. بدنا نطعم الكل. من الصبح كانت امك هون. الله يساعد عليك. انا حاملكم الحي. لما اقول لك 20 ربطه يعني 20 ربطه، ولما اقول لك 50 يعني 50. وتكرم عينك. حامل حي وتكرم عينك. 20 ربطه ما في، بس حبعطيك 10 ربطات ما كرمالك كرمال امك. الله يساعدك. مين؟ لف له 10 ربطات على السريع. اوام بسرعه. ولا كلب عمين عم تكبر راس. اخو الشرموطه ما بتفهم عربي ولا سريلانكي؟ شو بتفهم انت؟ مش هي يا معلم. قلت لك 20 ربطه 20 ربطه. تعرف شو ابو حنش؟ اذا كان هيك ابن المنطقه، واذا كان هيك حامي المنطقه،
ينعن اختي اذا بعطيك حبه قمح وراسي براسك. اللي بعده الانيك حريمك انا فرجيك. هاتوني حسن. يا كلب ولا كلب ولا ابن الكلاب ولا في العمرك كلب ولا كلب ولا لا حسن ولا لا حسن ولا 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 رياض رياء ولا ممكن ولا ممكن ابدا عم تسمعني شو بها امك شو بها امك شرف انزل على الطرقات شوف شو عم يصير روق اعصابك روق اعصابك هذا كل اللي بتعرف تقوله وتعمله قاعد لي انت والكتب وهلا عم تنزل هلا عم تظهر هلا عم تشتغل ليك مستعد اعيش فقيره مستعد اعيش جوعانه مستعد اعيش بلا ابني بس ماني مستعد ابدا اعيش تحت الذل بابا تركنا لحالنا شوي قلت لك تركنا لحالنا شوي لك شو غير لك عقلك على بنا لازم نحارب الامبريالية رياض الناس عم تبيع بلدها عم تفهم لازم نترك 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 لوين ان شاء الله على تمبوكتو اي لا هيدا مش حكي لوين بدك تروح على الاردن اليونان ولا باريس انت بتعرفي شو بيسمونا بسويسرا ريفوجيه لوكسيو بلندن الكلاب عم تجي تشم اللبنانيه على المطار بامريكا بيسمونا زنوج الصحراء لو وصلنا لدرجه انه عم نترجى الشيوعي بس حتى يخلينا نمرق ببلاده اليوم اللبناني صار على الليسته السوداء اليوم صرنا كلنا ارهابيين كلنا تجار حشيشه ايه شو بتسمي هيدا مش ذل بياض البلد ما بينعش فيه لازم تفهمي شغلي هلا أنا ما بدي انتمي لأي بلد تاني أنا باقي هلا باقيين إذا أنا متت برتاح بس إذا أنتو متو معك
رياض. بعتذر عن اللي صار اليوم، الحكي طلع من تمي هيك. هلا مش بس انت مقهورة، أنا كمان. أوقات بحس إنه لازم أطلع على الشارع صرخ مثل المجنون. 100,000 قتيل وبعدهم عم بيلعبوا فينا مثل طولة الزهر. بتعرفي؟ بيقولوا إنه الحرب بتقرب الناس من بعض، بس يا ترى إذا خلصت هالحرب رح نبقى مع بعض أنت وأنا؟ لا نسيت كرمالي. صار لي زمان بس شوي. يلا